نمر سعادة، أهلا وسهلا فيك ببرنامج آخر موضة. نحن معودين نستضيف ديزاينر فور وومن، هالمرة فور مان، ويمكن أنت الوحيد أو قليل كتير يلي هن ديزاينرز فور مان موجودين بلبنان تحديدا. مزبوط. البداية كانت فينا نقول توارث، يعني من الجد للبي لا اليوم نمر سعادة هاوس اوف بيسبوك. وين درست أول شيء تصميم أزياء؟ أول شيء انبسطنا شفناك. كانت بداية أول شيء مع الأهل من أنا وصغير، يعني أنا حتى بلشت البراند تبعيتي كانت من 14 سنة، بس فعليا أنا اشتغلت معهم أكثر من 10 سنين. وبعدين لما حسيت إنه بدي أفتح البراند تبعيتي حبيت أتخصص ودرست بجامعة فرنسوية. درست بفرنسا تحديدا؟ بفرنسا وبلبنان. بلبنان جاي طلعت على فرنسا بجامعة اسموت. أدي بنظرك تصميم الأزياء للرجل صعب؟ الرجال بطبيعته كتير هين وكتير صعب نفسه. لا صعب. صعب زود. بقى بتلاقي إنه أنا بشوف الناحية اللي هيدا النواحي اثنين، شخص هين لأنه بيعرف شو بده، ولكن إذا سي زعجه بيكون مزعوج كتير وما بيكون راضي وبعصب بسرعة، بينما المرة عندها شوي هيك ليونة أكتر بهذا الموضوع. يلي بيتابع ميزون نمر سعادة بيلاحظ إنه بتصاميمك في نمط معين بتحافظ فيه على صورة الرجل الكلاسيكية، رجل كرجل في عنده هيبة، ما بتستعمل ألوان فوشة وأصفر وملون، ما بتستعمل قصات كتير كريزي إلا على الطلب. مزبوط. هذا أول شيء بنبسط لما تقولي هيك، لأنه بحس إنه عن جد البراند أو الاسم حد ذاته عاطي طابع خاص، ما في شك. هلا منلحق الموضة، مجبورين نلحق الموضة، لأنه أول شيء بتعلق بالقماش اللي طالعينه بأوروبا. اليوم لما يقولوا لك هذا القماش ترند بدك تلاقي حالك إنه أنت بنفس الاتجاه. القصات اللي عم تروح بتتجه للرجال كمان كل 5 لـ6 سنين بدك تلاقي حالك كمان انت ماشي معه. ولكن مثل ما انا بشوف الرجال ومثل ما انا بحب كون انا وكيف حب اعكس هذا الشيء على الكلاينت تبعولي، بعتبر انه بشوفهم بهالطريقه، بشوفهم قوية، ثقه عندهم، ثقه حابين حالهم، حابين يكونوا بمنظر انيق وعارف حاله انه لابس احلى بدله وهو مبسوط فيها. هل في بدلة عن نمر سعادة كلاسيكية معتمدة بكل الأوقات؟ يمكن بتغير بتقلب بحط زرين أو ثلاثة أو أربعة، هلأ درجة 6 زرار. إذا بدنا نحلل الرجال أول شيء كستركتشر، مش نقول نحن أول شيء شو بيبقى له؟ طبيعة ألوانه، طبيعة جسمه. إذا كان جسمه ما بيسمح له إنه نعطيه شيء زيادة عن زوم ما فينا، بس أهم شيء إنه هو ما جاي لعندي تيلبس بدلة عادية، بمعنى إنه بدها تكون مثل بالسوق أكيد فيها تكون بده يكون فيها شيء من الموضة العصرية الكلاسيكية. التفاصيل هيدا وين علو الزر، كم زر بده يكون، كم جابي بدنا نعمل له، بدنا نعلي الجابي، بدنا نوطيها، هيدا شيء بيرجع لي حتى مثل ما بنقول يعني حتى اعطيه حل جديد. ساينت باي نمر سعادة. ساينت باي نمر سعادة. وبتكون عن جد انه انا ما جاي لعندك تلبس بس بدلة. صح. سو بدها تكون معمول عليك مخيطة مزبوط، بدها تكون قماشتها ريفلكت على السكن تبعيتك وعلى اجتماعياتك وين بتروح وين تجي، وبنفس الوقت تكون فيها روح تبع نمر سعادة. هذا اللي فينا قدمه انا. هلا الستيل اللي لابسه انت عامله؟ اكيد انا ما بلبس شيء. يعني انت مش بس بدنا نحكي للمشاهد مش بس بدلات، وكمان بتعمل قصص سبور كاجوال، بلوزون، سحاب، كل شيء. حتى بتستعمل فابريك جينز، يمكن ممكن شاموا دام، كل شيء. مش انه عم نحكي بس بيور بدلات، بالعكس كل شيء. انا وعلي بنقدم برنامج اخر موضه، وانت علي شخصيه بتعرفها منيح، كيف بتتخيلوا علي؟ شو اللون اللي لابسه؟ اي بنطلون؟ شو اللون البلايزر؟ او يمكن تقلي ما بلبسه كوستيم اصلا، بلبسه شيء ثاني. ايه، علي من الاشخاص اللي اول شيء بعرفها من زمان، وغير انه شخصيته غريبه بتشبه حدا بالدومين هذا كثير. ايه، ومطلع كثير بالموضه، حتى النسوان او الرجاله. مشان هيك انا بعتبر انه اذا بدي لبسه شغله بدي لبسه شغله ديزايند اكثر ما هي نورمال سوت. سو بدي ركز على شغله. يعني هو من الاشخاص اللي ممكن تو جو كريزي ويز، يعني كريزي بخاطر كريزي وذ ليميت. شيء بيربق يعني شيء لكاركتيره، وين يو سي عليه بدك تشوف انه مزبوط، ما في غيره في اللي حيقدر يلبسها. اخر ديفيلي لك عم نشوفه هلا خلال المقابله كان ب 2017. اليوم تغيرت الموضه واكيد صار في قصات جديده، خبرنا اكثر امتى راح يكون نيكست ديفيلي وبشو راح يتميز؟ اخر فاشن شو كان الواحد تبعيته هي الحرب السوريه والحرب بالمنطقه.
اذا بدي كان حوالينا وبالميديا والانفلونس كل شيء كان يعني الزيت طاغي كان عليه كثير. في عندك الزيت القصات العسكريه البرنت العسكري القصات العسكريه بس هي ضمن البدله الرجال يعني نفس الوقت كان هذا المسج من وراها انه تلاقي العرسين طالعين من كنيسه او من جامع مكسر وراهم والفرحه والاصرار على الـ يعني الحياه وجمع الاشخاص مع بعضها والعائله. اليوم تغيرت القصه، قصه البدله صارت مثل ما قلت دوبتي عم نشوف بنطلون واسع وشو رح يضيف الى جانب هالقصات شو رح تعمل قصص جديده؟ اول شيء خلينا نحكي شوي بال الالوان، الالوان رح تكون هي فيها الزيت الاخضر اكثر حتشوف هذا الشيء، حتشوف الالوان اللي هي بوردو الغامقه على درجاتها الرجالي كارو كارو قد ما بدك يعني هلا كارو قد ما بدك البدله كلها سوا وبلس انه القصات البدل رح تكون كل لون اساسه يكونوا واسعين شوي ما يكونوا كثير ضيقين. وفي عنا طبعا لون الاعراس اللي كمان رح يبين معنا. شو رح تكون مواصفات التوكسيدو او البدله اللي بيلبسها العريس او الرجل على الريد كاربت؟ كان قبل دير شوي الكحلي او الاسود او البنطلون او كحلي واسود كمان هي. هلا نحن منزلين اللون الجراي تو شيدز اوف جراي بدله كلها جراي دارك جراي مع اللابيل السوداء او الجاكيت الجراي مع البنطلون الاسود طبعا بيجي فيها نقشات صغيره فيها شويه تفاصيل وطبعا ما في شك انه البدله السوداء التوكسيدو اكيد موجوده دائما. بعدين البابيونات وي هاف اور اون ديزاين ان بوتايز ما بتلاقي عند اي حدا. هلا شو دارج البابيون كيف شكلها؟ البابيون دارج شوي كبيره رجع درجه ايه وبيسكلي نحن بنفوت اثنين ماتيريال مع بعضهم مشان نعمل لهم حواليها بنعمل لها شيء كمان حرير اسود. يوم لكل الشباب يلي عم يحضرونا ببرنامج اخر موضه وحابين يشتروا بدله، شو هي المواصفات او الكومبوزيسيون يلي لازم تكون موجوده بالبدله؟ قد ما فيني بعده انه تكون اي شيء غير وول صوف لازم يكون وول واتليست تكون 120 وطالع، ما نلبس بدله كثير ضيقه علينا. يعني عم بشوف كثير شباب بيشبوا بدل بتحسيها عم تخزق عليه انه هيدي الفاشن ما بين الماسلز اي ويتش از ذس از هذا مش لبس. ثاني شيء بده ينتبه انه كم الجاكيت لازم يكون مبين منه القميص اتليست 1 سنتيمتر ولازم يبكلها تكون عم هو عم يبكلها تكون مرتاحه جدا ما بده يشد يبكل. بالبنطلون لازم يكون البنطلون الطول على قد الشوز يعني ممنوع يكسر كثير البنطلون يكون مجعله كثير. ودائما في سؤال بيسالوه انه الكلسات اذا على لون الشوز ايه ولا على لون البدله؟ ايه بدله كحله وبدك تلبس الصباط بني الانجليز بيلبسوه على لون البنطلون كحله الايطالي بيلبسوه على لون الشوز بس ممنوع يكون غير لون بالمره. نمر نحن حنضلنا نتابعك وبما انه ليل الديزاينرز فور مان رح تكون معنا باكثر من حلقه اكيد. حلقه حاتركك مع علي تنشوف بشو حيقنعك وبشو حتقنعه. نمر ليه جبتنا على الكيتشن لاب؟ شو بيعني لك المطبخ؟ شو بيعني لك هذا المحل اللي كثير حلو؟ اكشلي اخذت كورس هون صار تنين لانه قريبين مني حبيت انه اجي اعمل كورس طبخ وفوت على المطبخ وازعج مرتي حتى ما تعرف اكثر مني. هلا بهالبرد شو بتشرب بعد الظهر؟ اذا شيء بشرب شاي. اوكي شو رايك حضر لك انا بشرب شاي؟ اها ما بشرب نسكافيه ما بشرب بيبسي يعني كل الكافيين نو كل الكافيين نو اتقول اوكي خلينا اوقات شو بتحب يا ماك جون ولا بيستاش؟ جون جون خلينا نكون شوي عنا لون حلو. وشو بتشرب اي نوع تي بريكش انجلش؟ تريبيا هذا هو. رح احضرك انا وضيفك ونحكي شوي يلا. انت تاتو مان خبرني على 76 14 16 17 شو هو 76 انا عم تنخلقت ابني 14 16 بنتي و17 ابني اخر سبع. وهون على الاسوار شو في شيء كمان في شيفرة في ريزركشن يعني القيامة هون في اسم مرتي على ايدي وفي شيء هون على رقبتك وفي شيء هون اسم بنتي هون اوكي وهون عيد ميلاد ابني وانا لنفس النهار اوكي نفس الشهر ونفس النهار وابني الثالث هون كمان عندي كمان تاريخ كله تواريخ يعني في في كثير في رسمات في تواريخ في من هي الشخصية اللبنانية بلفت انتباهك بأناقته؟ بعتقد مارسيل غانم. نمر مين الشخصية يلي بتحب تلبسها؟ هلا إذا الحلم بحب لبس أوباما بس إنه أنت شخص تميل إلى المنطقة البحرية أو المنطقة الجبلية؟ بحب الجبل. أي نوع رياضة بتمارس؟ فوتبول وجيم ويوغا. أي لون بيشبهك أكثر؟ أسود. هل ممكن تورط
ابنك مهنة تصميم الأزياء الرجالية؟ أكيد بتمنى. بتميل للقراءة أو بتميل للسينما؟ سينما. آخر فيلم حضرته شو هو؟ أكوامان. مين هو النجم اللي لما تشوفه بتقول كتفه لبيس طلته حلوة؟ كاظم الساهر. بعد 10 سنين وين بتشوف دار أزيائك؟ أكيد أكبر من لبنان. شخصية سياسية متأثر فيها؟ متأثر بالإكسبيرينس تبع الدكتور جعجع. بتمنى لك شاي طيب والنجاح دائما عبر آخر موضة، ودائما ضلك على الموضة. ثانك يو. ثانك يو.